أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق. نبدأها بالعلوي. بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة، عشرات المنظمات تطالب واشنطن بإعادة تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية. الفريق الحكومي يؤكد أن إعلان ميليشيات الحوثي فتح طريق من طرفها في تعز يخدم مصالح العسكرية. اتهامات لميليشيات الحوثي باستغلال الهدنة لتحقيق أهدافها التخريبية في البلاد. رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بمساعي الحكومة الأمريكية ومبعوثها الخاص للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. خلال لقائه في جدة، المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندر كينج شدد العليمي على أهمية مضاعفة الضغوط الأمريكية والدولية من أجل دفع الميليشيات الحوثية للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة. ومن جانبه أعرب ليندر كينج عن أمله في أن تفضي الجهود الأممية والدولية إلى انفراجها في ملف تعز وتمديد الهدنة الإنسانية والبناء عليها لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن. طالبت عشرات المنظمات الحقوقية اليمنية والإقليمية والدولية الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية. يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن للمنطقة. بالتزامن مع زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، وجه الائتلاف اليمني للنساء المستقلات بالاشتراك مع نحو 35 منظمة حقوقية يمنية وإقليمية ودولية، وجهوا رسالة إلى بايدن يطالبونه بإعادة النظر في تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية بسبب استمرار الميليشيات في عرقلة جهود السلام. وأفادت الرسالة أن شطب جماعة الحوثي من قوائم الإرهاب العالمي كان بغرض تخفيف الوضع الإنساني المتردي في اليمن، إلا أن ميليشيا الحوثي فهمت الرسالة بشكل خاطئ وصعدت من عملياتها القتالية على مدى عام ونصف العام ولم تنخرط في حوار مثمر، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية وزاد من معاناة المواطنين. ولفتت إلى تصاعد عنف الحوثي بعد شطبه من قائمة التنظيمات الإرهابية، إذ تنوعت جرائم الميليشيات بين حصار المدن وقصف المدنيين وتفخيخ الطرق والمدارس وقنص المدنيين وتجنيد الأطفال والتهجير وسرقة المساعدات الإنسانية ونهب رواتب الموظفين وقصف الدول المجاورة واعتقال الصحفيين والمعارضين. واعتبرت المنظمات إلغاء تصنيف الحوثي من قوائم الإرهاب مكن الميليشيات من إعادة القدرة على التنقل بحرية بين الأنظمة المالية والدولية. مراقبون يرون أن عودة المطالبة بتصنيف ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية للواجهة من جديد ربما سيعيد النظر من قبل إدارة الرئيس بايدن في تحريك هذا الملف، والذي قد يشكل ورقة ضغط قوية تمتلكها الولايات المتحدة للضغط على الميليشيات الحوثية في الانخراط بعملية السلام. وللحديث أكثر عن زيارة بايدن للشرق الأوسط وبالتحديد السعودية التي وصلها قبل قليل وما مدى تأثير ذلك على الشأن اليمني، ينضم إلينا من القاهرة محمود الطاهر الكاتب والمحلل السياسي. أهلا سيد محمود في هذه النشرة. في البداية، ما هي قراءتك الأولية لزيارة بايدن إلى الشرق الأوسط وبالتحديد السعودية، ومدى أهميتها للملف اليمني؟ نعم، أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين مشاهدي قناة الغد المشرق. بالنظر إلى سياسة بايدن وحملته الانتخابية أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كان ينظر إلى المملكة العربية السعودية بطريقة ربما خاطئة، وبعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية يبدو أنه غير فكرته تماما عن تلك الفكرة التي كان يرددها بأن السعودية هي من تقود حربا على اليمن عكس الحقيقة تماما. وبالتالي كانت تصريحاته يوم أمس تؤكد ذلك، قال بأنه ذهب إلى السعودية لتصحيح
لتصحيح انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة، ولإعادة وكذلك لإعادة العلاقة القوية مع المملكة العربية السعودية. وهذا يشير يعني بعد ذلك تقريبا بساعات أعلنت المملكة العربية السعودية فتح مجالها الجوي لكافة الطيران العالم بشروط وفقا للشروط التي المتبع عليها دوليا، وتلك كانت بداية ربما الثمرات التي قد نراها اليوم. وما لاحظته أيضا ذلك من خلال زيارة أو وصول الرئيس الأمريكي إلى مطار جدة، الملك إلى مطار جدة، وكذلك طريقة الاستقبال التي استقبل بها محمد بن سلمان، استقبله في بوابة القصر، ومن ثم ذهب به إلى الملك سلمان. وهو بمعنى أن المملكة العربية السعودية أصبحت دولة عظمى لا يستهان بها، وهذا ما لفتنا. نعم، محورية مهمة جدا، وهذا ما يشير إلى أن هناك قد ربما يكون هناك مفاوضات ندية بين المملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على أساس المصالح المشتركة. نحن ما الذي يمكن أن تقدمه لنا؟ يعني نحن قدمنا الكثير فيما يخص مثلا الملف النووي الإيراني، لابد أن يكون هناك تعاون ومحور اتفاق جديد. الأمر الآخر الحرب في اليمن أو يعني احتلال اليمن من قبل منظمة إرهابية، كأن يعني منذ أن وصل بايدن كهناك تغيرت الأمور بشكل كبير لصالح الميليشيات الحوثية، وهذه بسبب السياسة التي أقدمت عليها إدارة بايدن. لذلك قد يكون هناك الملف الأكبر أو الاهتمام الأكبر فيما يخص الحرب اليمنية، كيف يمكن الدفع بالميليشيات الحوثية للقبول بالسلام، وهناك محاور عدة. أعتقد أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيشارك بجانب كبير من في هذه في نفس النقطة هذه المشاورات والنقاش. نعم، في نفس النقطة التي تحدثت بها سيد محمود، إلى أي مدى زيارة بايدن للسعودية بحضور رشاد العليمي للقمة العربية الأمريكية في جدة ستساهم في الضغط على الداعم الرئيسي لميليشيات الحوثي ألا وهي إيران لفرض السلام المنشود في ظل الهدنة القائمة الآن، وأيضا خاصة بعد لقاء رشاد العليمي مع المبعوث الأمريكي تيم ليندر كينج في جدة؟ نعم، يبدو أن الآن الطريقة التي يعمل عليها المجلس الرئاسي وهو في طريقين في طريقين متوازيين. ما هو الأول؟ وهو الضغط بأقصى أو التحرك بأقصى ما يمكنه من دبلوماسية، وكذلك مساعدة الأشقاء في الخليج العربي وكذلك الوطن العربي تصحيح الصورة الحقيقية ماذا يحدث في اليمن. هناك في اليمن عملية، يعني الحرب ليست حرب سياسية وإنما هناك حرب طائفية بامتياز قادتها إيران. المحور الثاني وهو يعني يتم تصحيح الطريقة أو يعني حقيقة الميليشيات الحوثية، وكذلك الدفع بقوة نحو عملية السلام، وأن هناك من يرفض لعملية السلام. ستساهم أعتقد بأن يعني عندما يتم يعني إيصال الرسالة الصحيحة الغير مغلوطة التي حاولت بها المنظمات السابقة بإيصال بأن هناك اعتداء على اليمن وأن إيران فقط تدعم محور مقاومة أو مظلومية الحوثيين، أعتقد بأن هذه الصورة لابد أن يتم توضيحها أمام الإدارة الأمريكية إدارة بايدن. ومن خلال ذلك أعتقد بأن يعني ربما قد تكون هناك مهلة أخيرة للحوثيين يعني بمحاولة الضغط عليهم بأقصى ما يمكن من أجل الالتزام بتنفيذ التزاماتها فيما يخص الهدنة الأممية، وهي فتح الطرق على أقل تقدير، فتح رفع الحصار عن تعز وبعض المناطق الأخرى. ومن ثم ذلك أعتقد بأنها ستكون هناك يعني سيتم نقاش أيضا العملية يعني ما بعد أو ما هي البدائل في حال رفض الحوثيين الالتزام بتلك الهدنة، كيف يمكن أن يتم الضغط على الحوثيين وعلى إيران، خصوصا وأن إيران منذ 7 سنوات ونحن يعني المجتمع الدولي يحاول أن يضغط على إيران، توسطت الكثير من
الشامل المبعوث الأممي، التواصل مباشرة الأمين العام للأمم المتحدة مع الولايات مع إيران بهدف الضغط على الحوثيين. هناك كان محور اجتماعات كبيرة في مسقط بهدف إقناع الحوثيين لعملية السلام، إلا أن كل تلك المحاولات باءت في الفشل. إذن أعتقد بأنه سيتم أيضا مناقشة محور آخر، وهو كيف يمكن أن يتم الدفع بالحوثيين إلى أو جرهم إلى طاولة السلام، وأعتقد أن سيكون الحل العسكري سيكون مطروحا على الطاولة. طيب، في نقطة ذكرتها سيد محمود، ألا وهي إعادة تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وأيضا مسألة الهدنة. في حال استمرار خروقات الهدنة من قبل ميليشيات الحوثي، وأيضا حصار تعز وعدم التزام ميليشيات الحوثي بأي اتفاقات، وهناك مطالبات من المنظمات الحقوقية والإقليمية الدولية بالتزامن مع هذه الزيارة للرئيس بايدن إلى السعودية، هل يمكن مباحثة مثل هكذا أمر إعادة تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية في حال فشلت عملية السلام؟ إضافة إلى ذلك إلى ما طالبت به المنظمات الدولية، الاتحاد الدولي للجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قال بأن الهدنة الإنسانية في اليمن أن الهدنة لم تحسن الظروف الإنسانية إطلاقا في اليمن، وهذا ما يؤكد حديث مطالبات جميع تلك الجمعيات والمنظمات الدولية بأهمية إدراك الميليشيات الحوثية، لأنها حاولنا نوقف الحرب بهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن، لكن الحوثيين تسبب أيضا في مضاعفة هذه واستغل تلك الهدنة الإنسانية في اليمن لصالحه فيما يخص التحشيد العسكري وتحشيد الأطفال، بالرغم من التوقيع الاتفاقية مع الأمم المتحدة بعدم التعرض للأطفال. أيضا الاستغلال من الموارد جمارك موانئ الحديدة للإثراء الشخصي، وكذلك لدعم المجهود الحربي الحوثي، كل حولت الميليشيات الحوثية الهدنة لصالحها الشخصية، وهذا ما تلك الأعمال شبيهة بالأعمال التي كانت يمارسها تنظيم داعش في العراق وكذلك تنظيم القاعدة الدولي. إذا جاء هذا المنطلق ودعوات ومطالبة المنظمات والجمعيات الدولية للإدارة الأمريكية بأهمية إعادة الميليشيات الحوثية إلى القائمة الإرهاب الدولي جاء من منطلق مسؤول بعد أن بحثت كل الأسباب التي تسببت في إطالة الحرب وكذلك الأزمة الإنسانية في اليمن. إذن الحل الوحيد، وأعتقد بأنها أيضا سيكون ذلك، ضغط على الميليشيات الحوثية بهدف عدم فهم المجتمع الدولي وتوجه المجتمع الدولي لإلهاء الحرب إلى اليمن بطريقة أخرى، بأنه ذلك استسلام من قبل الشعب اليمني وكذلك من قبل التحالف العربي والمجتمع الدولي لهذه الجمعية لهذه الميليشيا الإرهابية. لذلك من الأهمية ألا إيصال هذه الرسالة إلى الميليشيات الحوثية أن بمقدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يعيد الميليشيات الحوثية إلى قائمة الإرهاب، وبإمكانه ولديه القدرة بتعاون القوات الحكومية اليمنية والمكونات اليمنية الآن المختلفة المتحدة الآن قادرين على إنهاء هذه الجماعة الإرهابية وإحلال السلام في اليمن بطريقة أو بأخرى. نعم، كان معنا من القاهرة محمود الطاهر الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. قال الفريق الحكومي المفاوض بشأن فتح الطرق في تعز في بيان إن إعلان ميليشيات الحوثي فتح طريق من طرفها يخدم مصالح تلك الميليشيات وأهدافها العسكرية. بيان صادر عن الفريق الحكومي بشأن فتح الطرق في تعز يبين فيه تلاعب الميليشيات الحوثية وفتح طريق من طرفهم ذو أبعاد عسكرية يحقق مصالحهم، حيث أنه تم فتح طريق باتجاه منطقة الدفاع الجوي العسكرية لتحقيق أهداف الحوثيين العسكرية.
وأضاف البيان أنه تم رفع مذكرة لمكتب المبعوث بإيقاف هذا العبث والتصرفات الأحادية الجانب، وطلب مجلس الأمن أن يمارس الضغوط على هذه الميليشيات، حيث أنه منذ بدء تطبيق الاتفاق الأممي في 2 إبريل الماضي بشأن سريان الهدنة وفتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة وفتح طرق في تعز وبقية المحافظات، لاحظ وتابع الجميع تنفيذ جميع بنود الاتفاق الأممي عدا ما تعلق بفتح الطرق في تعز وبقية المحافظات. فأقلعت الطائرات من مطار صنعاء ودخلت سفن المشتقات النفطية وتدفقت ملايين الدولارات لخزينة الميليشيات وظلت تعز محاصرة. ورغم جولات المفاوضات في الأردن والتي انطلقت في 25 من مايو الماضي وأسفرت عن مقترح للمبعوث الأممي لفتح 5 طرق منها طريق رئيسي واحد وهو سوفتيل الجهيم 40 مسجد الصفا زيد الموشكي، جاء رد الحوثيين برفض المقترح الأممي بعد مرور أكثر من 3 أشهر على تطبيق الاتفاق الأممي. واختتم البيان بالقول: نجزم أن أبناء محافظة تعز وكل أبناء الوطن والعالم الحر أصبح يدرك جيدا بشاعة تكاذيب الحوثيين بفتح الطرقات وخاصة في تعز، بل يدركون أن الحوثيين من بداية الهدنة وهم يحشدون لاستئناف معارك الموت ضد المدنيين في جميع الجبهات، وهذا ما يجيده الحوثيون. هذا وأفرغت الميليشيات الحوثية الهدنة الأممية من مضمونها وأهدافها التي وضعت على أساسها لتحقق مصالحها غير الشرعية، مستغلة من خلالها التراخي الأممية والدولي خلال فترة الهدنة. تمديد الهدنة وتطويل أمدها تنفست من خلاله الصعداء الميليشيات الحوثية العبثية وكثفت من أنشطتها العسكرية والإرهابية عن طريقه لتحشد الجبهات وتعيد التموضع لميليشياتها لتقاعس من فرص الوصول لحل ينهي هذه الأزمة على الشعب. التساؤلات عديدة حول مصير تمديد الهدنة، ولماذا نلحظ هذا النشاط الإرهابي الغير مسبوق للميليشيات على كافة الأصعدة، ولماذا الإعلام الحوثي أصبح الواجهة لجميع انتهاكاته بعدما كان يداريها بالأمس القريب؟ هل مؤشرات هذا التمديد أضحت كبارقة أمل لتزايد هذا التصعيد؟ ولماذا دؤوبة هذه الميليشيات لحرف مسار الهدنة عن أهدافها الأساسية؟ تساؤلات عديدة حول الميليشيات الحوثية وتكثيف أنشطتها. من جانب آخر، المراكز الصيفية وتوثيق كل انتهاكاتها بحق الطفولة والطفل اليمني، هل هذا يعني بأن مصير الأجيال القادمة هو تجنيد الفكر والأيديولوجي لخدمة الميليشيات؟ ولماذا هذا التفاخر الإعلامي المقيت في هذه الفترة التي تعتبر حساسة ومن المفترض أن تكون نقلة نوعية لحياة اليمنيين لفترة هادئة بعيدة عن المشاكل الحربية؟ إعلام الميليشيات يوما بعد يوم يثبت لنا بأنه يناقض الواقع والوقائع التي يتحدث عنها، فهو يشكو مرة من الفقر والحصار، ومن جانب آخر يجهز العدة والعتاد للقتال وتسيير القوافل للمجندين في الجبهات. وفي خضم هذا كله وما أثبتته فعلا تلك الميليشيات هو إتقانها بحرف الاتفاقات والحوارات وتحويلها عن مسارها الأساسي، وهذا منذ أول اتفاق أبرم معها، وهذا بالطبع لخدمة أجندتها المصفوفة إرضاء للحرس الثوري ونظامه الإيراني المللي. ولكن بالمقابل دوما ما يرضخ المجتمع الأممي لمطالبهم، مستغلة بذلك الميليشيات المدنيين للضغط على المجتمع الأممي. فهل هذا يعني بأن المواطن اليمني لم تعد له قيمة ولا لحياته قيمة لتساوم بدورها تلك الميليشيات العبثية بحياته؟ ولماذا تعمد الميليشيات على تحويل البلاد كمسرحية هزلية ببطولة مطلقة من قبلها؟ وإلى متى ستمتد ذات الحوارات والاتفاقات التي تستغل الميليشيات من خلالها الثغرات لتنطلق بخرق وانتهاك جديد؟ تساؤلات عديدة وتوقعات سلبية يثيرها الشارع اليمني من موقف الميليشيات وتصعيده للعمليات العسكرية بشكل مريب خلال فترة الهدنة، في ظل صمت المجتمع الأممي عن جميع أفعال الميليشيات خلال هذه الفترة.
وجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة اللجنة الفرعية للإغاثة بمحافظة مأرب والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بسرعة تنفيذ التدخلات العاجلة لمواجهة مخاطر السيول التي اجتاحت عددا من مخيمات النازحين بمحافظة مأرب وإغاثة المتضررين. وأكد اللواء العرادة على ضرورة رفع درجة التنسيق مع شركاء العمل الإنساني لتقديم العون والمساعدة اللازمة للمتضررين ورفع مستوى الجاهزية للحد من تداعيات المنخفض الجوي. زار وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي مقر قيادة العمليات المشتركة في محافظة عدن واطلع على الوضع الميداني في مسرح العمليات على مختلف المحاور في ظل استمرار الأعمال العدائية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية. وحث المقدشي على تعزيز الانضباط والربط العملياتي بين مراكز القيادة والسيطرة لمختلف القوى والتكوينات والمستويات العسكرية، مشيرا إلى أن القيادة العسكرية بصدد إنشاء عمليات مشتركة رئيسية واحدة تضم جميع تكوينات وتشكيلات القوات المسلحة، وذلك من خلال اللجنة العسكرية العليا المشكلة. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. خبراء الأرصاد يحذرون من درجات حرارة غير مسبوقة في بريطانيا الأسبوع المقبل. أهلا بكم جديد. يتوجه المواطنون في مدينة المكلا إلى الحدائق والمتنزهات العامة للاستمتاع بأجواء المدينة وقضاء إجازة العيد برفقة عائلاتهم وسط أجواء آمنة. يتزاحبون أمام الكاميرا ليشاهدوا أنفسهم على شاشة الغد المشرق فيما بعد كما يقولون. ملامح الفرح والاحتفال بالعيد تملأ وجوههم. الأطفال في مدينة المكلا يحتفلون بعيد الأضحى وتكون صالات الألعاب وجهتهم الدائمة. جينا نلعب ونفرح في العيد، الجو مكان زحمة ونلعب في العيد، فرحانين نحن في العيد، هنا المدينة هنا نفرح. المتنزهات العامة وشارع الستين خصوصا وجهة أخرى يقصدها المواطنين. ازدحام كبير للعائلات على الأماكن المفتوحة للاستمتاع بأجواء المكلا وإجازة العيد. اليوم العيد في المكلا زينة، ومن العيدين أول شيء نقول لكم كل عام وأنتم بخير، والأجواء في المكلا حلوة، واليوم بارد، والأمان موجود بوجود القوات النخبة الحضرمية، والأمان والناس سعيدة ومرتاحة فيها، والله يدوم الأعياد على الناس بالخير والعافية إن شاء الله. جو مريح وهادئ وطيب، الأمن موجود، والشباب واخذ راحته على الآخر، والحمد لله يعني ما في شيء جديد. في الأعوام الماضية برضو قد جيت أنا لهنا ونفسها هي المكلا ما تغيرش. عيد المكلا معنا أفضل بحكم الميالات كلها متوفرة في المكلا، والشحر برضو كمان ما شاء الله، عيد ما شاء الله معبات كلام بلادنا وأهلنا وناسنا، أكيد نمد حقين في الشحر. الحمد لله زاك الله خير. الأجهزة الأمنية والعسكرية بمختلف قطاعاتها تتواجد في الأماكن العامة لتأمين العائلات وتنظيم حركة السير وضبط المخالفين ليعيش الجميع متعة العيد. يقضي المواطنون في مدينة المكلا إجازة العيد في الحدائق والمتنفسات العامة وسط أجواء آمنة ومستقرة بفضل التواجد الكبير لقوات الأمن والنخبة الحضرمية. محسن بالبحيث، قناة الغد المشرق، المكلا. شهدت محافظة عدن أول حفل فني ترفيهي مخصص للأنمي والكيب بوب، وهو نوع من الموسيقى نشأ في كوريا الجنوبية. نتابع تفاصيل الفعالية في تقرير صالح حنش. أنمي وأداء وأغاني فريق آسيا أوبن داي استطاع تنظيم أول حفل بالعاصمة عدن بهدف إسعاد الحاضرين خلال عيد الأضحى المبارك. وأنا إن شاء الله نعوركم الثقافة الآسيوية الموجودة عندنا، نوعي شعبنا وأصحابنا، ونخرجهم من الأزمات والحروب اللي عندنا، نخلي مع الثقافة يندخلهم مجال حاجة حلوة، يعني نخليهم ينسوا المأساة ونعطيهم بسمة جديدة في الحياة.
ومن حيث نحن الثقافة الآسيوية اليابانية محبين الكيبوب محبين اليابان محبين الانمي. المعرض يعني كان بداية حلوة لعدن، يعني حاجة جديدة لإضافة تطور، وخاصة إنه الانمي والكيبوب وكل شيء استوى له رواج كبير بالعالم، فبداية جميلة جدا، وأتمنى أن يكون دائما كل سنة. الفعالية الترفيهية ضمت ثلاثة أركان تناولت بالركن الأول بيع جميع منتجات الكيبوب والأوتاكو، والركن الثاني ضم الطعام الكوري والياباني، والركن الثالث المخطوطات العربية والإنجليزية والكورية واليابانية بطريقة حديثة، بالإضافة إلى التصوير الفوري والاحترافي والرسم المتكامل لجميع الشخصيات المفضلة للأنمي وبيع الكتب. قررنا إحنا نجمع بعض، كل واحد جاب معارفه، أصحاب الرسم جابوا معارفهم، أصحاب الخط جابوا معارفهم، أصحاب سبستونات اللي محبين سبستونات اتجمعنا، واللي نحب الكوري اتجمعنا، فهذانا كامل اتجمعوا بفريق سمينا نفوسنا يمن انترتينمنت، وإن شاء الله نتوفق بهذا الحفل، وحتى لو لاقينا خسائر ولاقينا تعب إن شاء الله نطمح للأحسن بإذن الله بالمرات القادمة. اليوم جينا فرحة العيد مرافقة بهذا لما شفنا إعلان على الفيسبوك، معي تنتين بنات طبعا مستمتعين بهذه البرامج، شفنا اهتمام كبير خاصة في الجيل الجديد بهذا الجانب، مستمتعين التيمات الاستعراضات اللي بتتم إن شاء الله منتظرينه، أيضا كمان الاستمتاع بالأكلات، يعني نقل الطابع الصيني والياباني لليمن هذا شيء حلو، تنمية الثقافة للجيل الجديد. يعني تميز الحفل الفني بالغناء على مقدمات ونهايات وأستات للأنمي بألحان وأغاني الفرق الغنائية الكورية التي شهدت تجمعا لجمهور الأنمي والسيبستون بعدن. صالح حنش، الغد المشرق، عدن. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن لجنة الطوارئ الخاصة بجدر القرداء التابعة لها ستعقد الخميس المقبل اجتماعا لتحديد التدابير التي يتعين اتخاذها في مواجهة تفشي الرهن للمرض، وستحدد اللجنة في الاجتماع مدى خطورة تزايد الإصابات بجدر القردة، وما إذا ستصنفه حالة طوارئ صحية دولية، وهو أعلى مستوى تنبيه للمنظمة. وسيكون هذا الاجتماع الثاني للجنة بعدما استبعدت في اجتماعها الأول في 23 من يونيو الماضي رفع مستوى التنبيه. صدر تحذير أحمر من درجات الحرارة الشديدة لأول مرة في إنجلترا بشأن يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، حيث قد تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية للمرة الأولى. ويقول خبراء الأرصاد إن هناك فرصة بنسبة 80% لتجاوز أعلى درجة حرارة قياسية سجلتها بريطانيا، والتي تبلغ 38.7 درجة مئوية، وتم تسجيلها في حديقة جامعة كامبريدج النباتية في يوليو من عام 2019. وحذر الخبراء من موجة ساخنة استثنائية قد تؤدي إلى آثار صحية ضارة على مستوى السكان. هيئة النشر إلى العناوين. بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة، عشرات المنظمات تطالب واشنطن بإعادة تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية. الفريق الحكومي يؤكد أن إعلان ميليشيات الحوثي فتح طريق من طرفها في تعز يخدم مصالحها العسكرية. واتهامات لميليشيات الحوثي باستغلال الهدنة لتحقيق أهدافها التخريبية في البلاد. إلى اللقاء.